ورجعنا لكم تاني مرة تانية في عسل أبيض، وكالعادة معدن المصريين الأصيل بيبان وقت الشدة ووقت الأزمة. الحقيقة إن الوجع المرة دي مختلف جدا، لكن برضو رد فعل الشعب المصري قد المسؤولية. يعني الشباب والأهالي نزلوا يتبرعوا بالدم في مستشفيات الإسماعيلية والعريش، وده المشهد اللي بيوجه رسالة للإرهاب الخسيس إنه عمره ما هيكسر إرادة الشعب المصري وشعبه. طيب منين بيستمد الشعب المصري قوته؟ ازاي كمان بتقوي ارادته الشعب في الازمات الكبيره؟ طبعا ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتنا العزيزه استاذه جيهان الشعراوي، الكاتبه الصحفيه بالاهرام. اهلا بحضرتك يا استاذه جيهان. اهلا بيكي. نرحب بيكي. نرحب بحضرتك. اهلا بيكي، وخالص اعزائي لمصر كلها في شهدائها، وان شاء الله احنا اقوى وهنستمر وهننتصر طبعا ان شاء الله. طب كنت عايزه اعرف من حضرتك منين بيستمد الشعب المصري قوه ارادته؟ بصي، هو دايما بيتقال ان المعدن الاصيل ما بيبانش غير في الازمات. مظبوط. الشعب المصري عنده قدره رهيبه جدا على انه في اللحظات الصعبه اللي بتمر عليه، بان انه بيستحضر كل المخزون الحضاري اللي تراكم في الجين المصري على مدى الاف السنين. بمعنى ان دايما كان يعني اوقات كتير لما الامور بتعوم شويه في المجتمع المصري، وتحس ان ما بقاش فيه انتماء وما بقاش فيه يعني تتراجع الاخلاق شويه، بصي ربنا بي بي بيختبرنا بازمه صغيره او كبيره على قد. ولو افتكرنا في التسعينات كان وقت الزلزال، فجاه بتلاقي المصري اللي الحياه خدته واللي الدنيا وجعته على قد، وبقى ملهي في لقمه عيشه، والعصر أثر عليه تأثيرات سلبية كتير، فجأة بيرجع تاني ينفض كل ده، ينفض كل التراب اللي تراكم عليه على مدى السنين كلها، وفجأة بيرجع تاني المعدن الأصيل. أنا بتذكر حكاية كان لما كان الرئيس عبد الناصر بعد 67 في الاتحاد السوفيتي بيحاول يقنع الروس بأن هم يدوله أسلحة علشان يحرر سيناء. كان الروس وقتها بيحاولوا يقنعوه بالحل السلمي، ان انت تبدا مفاوضات وتبدا يعني تلجا الى الامم المتحده والحاجات دي كلها. فدخل عليه الشهيد اللي هو عبد المنعم رياض، وكان عبد الناصر في الاستراحه بتاعته، فدخل عليه اللي هو عبد المنعم رياض وقال له ارجوك يا ريس بلاش، اوعى تلجا للحل السلمي، اوعى توافقهم على كده. فالكل استغرب، لان ده الراجل ده عسكري، فهو اكتر حد مقدر قيمه يعني قيمه الحرب وخسائرها وصعوبتها على الدوله عموما وعلى المواطنين. فقالوا انت ليه بتقول كده يا عبد المنعم؟ قال لهم علشان الشعب المصري لازم له مش ازمه بس، لازم يحارب علشان يظهر احسن ما فيه. فقد كده كان في ناس عارفين ان معدن الشعب المصري ده مع الوقت بيشوبوا بعض الصدى، بيشوبوا بعض بس بنلاقيه برضه في الازمات الكبيره يا استاذه جيهان. يعني بنلاقي في اراء سياسيه كتير مختلفين، او بيبقوا في ناس ممكن تختلف كتير، لكن في الازمات اللي زي دي تحديدا من هذا النوع بنجتمع كلنا على قلب. بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو ده مش خاص بالمصريين بس، بالعكس المصريين فيهم بعض الناس اللي مش فاهمه ان في الازمات اللي زي دي لازم الكل فعلا يجتمع على قلب رجل واحد، وبتلاقي ناس بتقعد تشكك في قيمة الحدث وأهميته أو صعوبته ووجعه، وفي ناس بتوجه اتهامات لجهات غير منطقي إنها تقوم بحاجة زي دي من الأساس. ودول في الأول وفي الآخر إحنا بنبقى عارفين توجهاتهم إيه، ومين اللي بي بي مش حتى بيمولهم عشان يقولوا كده، مين اللي بيملي عليهم نفس الجمل تتقال، فدول معروفين جدا. بس لكن تعالي احنا شفنا كل مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه، الناس اللي عايشين هنا في مصر، الناس اللي عايشين بره، دي الافراد الطبيعيين، العرب، دول الافراد الطبيعيين، دول الافراد الطبيعيين غير المسيسين او غير المنتميين لتوجهات سياسيه معينه. لكن تعالي مثلا لو بصينا لازمات زي دي في فرنسا لما حصلت بعض التفجيرات الارهابيه، في استراليا عايزه اقول لك ان الحزب الشيعي نفسه اللي في استراليا لما حصلت احد التفجيرات في مدينه سيدني الاستراليه، الحزب الشيعي هو معارض بالاساس للحكومه الراسماليه اللي كانت موجوده وقتها،
يعني عارفه اللي هو ايه، كانوا بيقطعوا بعض بقى في البرلمان بجد يعني. لكن اول ما حصل حاجه زي دي كان اول حد بيبادر وبيقول ان احنا واقفين مع الحكومه في حربها ضد الارهاب كان هو الحزب المعارض. لكن تعالي دلوقتي اتفرجي في مصر على بعض القوى المعارضة أو بعض الأفراد المسيسين لما بيتهموا بشكل لا منطقي بعض الجهات الرسمية إن هي ممكن تكون وراء تنظيم أو وراء مثل هذا الحادث علشان خاطر تبرر تمرير بعض القوانين. ما فيش أي منطق في الحياة يدعو لده، ولا حد يعني يقدر أصلا يتقبل هذا المنطق يعني. في الآخر هنقول إن دي شريحة صغيرة وخلاص أصبحت واضحة جدا وظاهرة جدا للشعب المصري، فما بقاش ليها تأثير قوي. الشعب المصري لما يعني لما حادثة زي دي بتحصل، الشعب المصري الحقيقي اللي نزل في 25 يناير وهو كان فاكر ان هو بيغير للأحسن وما كانش عارف ان هو بيستغل، اللي نزل وهو بنية طيبة او بنية بريئة وبوطنية وبحماس شديد جدا تم استغلاله من بعض الجهات الثانية، الشعب المصري اللي لما حس ان هو أخطأ في حق البلد وان هو لما نزل في 25 يناير الثورة اتخطفت منه او مارس بعض الفعل الثوري بشكل خاطئ فحب يلحق تاني اللي حصل. وانا قابلت ناس في ميدان التحرير، ستات كانوا نازلين باسرهم بالاسره كامله، نازله هي وجوزها واولادها، فبقول لها طب انت نازله ليه؟ قالت لي احنا اللي جبناه واحنا اللي لازم نشيله، ما هو احنا مش هينفع ان احنا نسكت، انا ضميري مش هيسمح لي ان انا افضل قاعده في البيت بعد ما عملنا كده في البلد. فعايزه اقول لك ان حتى لما بنخطئ المسار سرعان ما بديهتنا او طبيعتنا الراقيه والحضاريه واللي فيها حب حقيقي للبلد ان احنا مش نعترف بس، لا ده احنا بنعترف وبننزل نصحح مسار كمان. وبننزل نصحح. احنا لسه طبعا مكملين حوار مع حضرتك، لكن خلينا نروح نشوف دلوقتي كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الدار، خصصة الحقيقة عزة الحد للحديث والكلام عن شهداء حادث المسجد الروضة. تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. في حالة من الحزن الشديد أدى أقباط مصر الصلاة لشهداء مسجد الروضة بالعريش. عزة الأحد الأسبوع ده تناولت دور الشهداء ومكانتهم، وده حصل في مختلف كنائس القطر المصري. العزة احنا طبعا بتتكلم مش بس عن الشهداء، عن السلام وعن المحبة وعن الشهداء اللي هم قدموا حياتهم عشان في طبعا في شهداء كتير في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ مصر، يعني ناس قدموا حياتهم عشان الكنيسة، ناس قدموا حياتهم عشان الوطن. والأشخاص اللي هم طبعا الحادث اللي كلنا عرفنا فيه وكلنا حزننا قوي قوي عشانه، بغض النظر مين الأشخاص اللي هم اتصابوا أو اتقتلوا في الحادث ده، هل هم مسيحيين هل هم مسلمين، كلنا إخوة في مصر. والكنائس كلها أعلنت حالة الحداد، وزي ما قلت حضرتك الأجراس اتدقت أجراس حزينة على الموضوع ده. المصلين قادوا شموع المحبة والسلام وتمنوا لو تدوم المحبة وتقضي على جذور الإرهاب من بلادهم إلى الأبد. حكايات كلنا واحد دي حاجة مفروغ منها طبعا. وكده دول اللي حصل امبارح ده، دول ولادنا وأحفادنا وأخواتنا اللي حصل كده. أنا امبارح عيطت بالدموع، خدت 2 مهدئ، قلب وجعان لغاية دلوقتي، مش قادر أتخيل المنظر، مش قادر أتخيل المنظر اللي حصل ده. ما يرضيش حد، حرام. الكنيسة بتدق الأجراس كل يوم حد بصفة دائمة، مش للعريش بس، لكل الشعب كله بتدق الأجراس، بتعلن إن هيبتدي صلاة من أجل كل الناس، يعني خصوصا طبعا الناس اللي مش الشهداء استشهدوا بالنسبة للكنيسة أو لخارج الكنيسة. نوع من أنواع الإرهاب اللي هو ممول وبيستغل مناطق يدخل فيها ويخلق فيها قلق وتوتر، وللأسف احنا وقعنا في المناطق دي نتيجة ان الحدود بتاعتنا مفتوحة مع دول لسه ما انتهاش منها الإرهاب. كنائس مصر من يومين بس
أعلنت إدانتها لحادث تفجير مسجد الروضة في مدينة بئر العبد، واللي راح ضحيتها 305 شهيد بينهم 27 طفل، فضلاً عن المصابين. والبابا توادروس الثاني كان قال إن مصر ستبقى حصناً منيعاً تنكسر على أسواره كل المؤامرات، تعليقاً على الحادثة الإرهابية. هم دول المصريين بجد، المسيحي اللي بيصلي في كنيسته على روح الشهيد اللي اتقتل في الجامع، هي دي المصريين. ايه رأي حضرتك يا أستاذة شيهان في الكلام ده؟ والله هي دي مصر فعلا، وهو ده الدم الواحد. لان دايما بقول حتى لسه امبارح كاتبة على الفيسبوك ان انا معلش انا ارفض صيغة تقديم واجب العزاء من الإخوة المسيحيين في شهداء مسجد الروضة باعتبارهم مسلمين شهداء. ومن البداية كنت بحاول ان انا يعني حتى في الاحداث بتاعة استهداف الكنائس كنت دايما بأكد على ان ما فيش حاجة اسمها شهيد يعني او شهيد مسيحي وشهيد مسلم. يا جماعة دول شهداء وطن. لما كان بعض الأخوة المسيحيين بينفعلوا لأن هم شايفين أن ده في جزء من الاضطهاد والحاجات دي كلها، هو الآخر بيقتل دولي، يعني هو الإرهابي بيقتل دولي، إلا لأن هو عارف أن لما يوصلوا لهذا الحد من الانفعال هيقسموا اللحمة الأساسية في المجتمع. ولما ده ما حصلش لأن إحنا كنا إيد واحدة، حاول بقى يقتل المزيد من الطرف الآخر. ترامب لما كان موجود في مصر قال 90% من ضحايا الإرهاب مسلمين مش مسيحيين. هم حاولوا يعملوا ده في مصر علشان عارفين أن ملف المسيحيين في مصر البعض بيستغله، فبيقعد يسخن يعني سياسيا أو بيستغله سياسيا في مجال حقوق الإنسان والأقليات. أنا أسفة، المسيحيين ما هماش أقليات، المسيحيين خالص. ما هماش شركاء وطن. ليه؟ لأن إحنا مش بصدد إن إحنا عاملين شركة مع بعض، فلما تكسب أو تخسر كل حد هيجي يصفيها. ما إحنا شفنا في التقرير اللي فات اللي كل الناس على أنا بتكلم على بتكلم على على صيغ كلام ومصطلحات بيتم استخدامها حتى على أعلى مستويات في الدولة. أنا أسفة، إحنا مش عاملين شركة وكل حد فينا يعني لما نكسب أو نخسر هنفضها وكل حد فينا هيروح لحاله، ده مش حقيقي. المسلمين والمسيحيين في مصر هم إخوات. أنت بتقابلي طبعًا حد مسلم أخوه حد مسيحي، ده حقيقي. أو حد مسلم، أنا يعني أنا لو أنا مصرية أو باعتباري مصرية، طب ما أنا جدودي كانوا مسيحيين يا جماعة قبل ما يدخل الإسلام مصر. طب جدودي كانوا مسيحيين، يعني العيلة الواحدة بتلاقي فيها فرع مسلم وفرع مسيحي. ما فيش حاجة اسمها إحنا شركاء في الوطن، إحنا إخوات في دم وفي أرض. مفيش حاجة اسمها إن شهيد مسلم وشهيد مسيحي. أنا أتمنى وبطالب حتى الإعلام الخاص والإعلام الحكومي إن إحنا نتوقف تماما عن هذه عن استخدام هذه المصطلحات، لأن في شهيد وطن، مفيش حاجة اسمها شهيد مسلم وشهيد مسيحي. وإن كنا يعني لفتة رائعة جدا من الإخوة المسيحيين إن هم حسوا بده، وأتمنى إن إحنا نفضل على كده على طول، بس في الأفراح بقى إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. طب كلمة أخيرة من حضرتك يا أستاذة جيهان، وزين واحد المصريين كلهم فعلا يبقوا يعني هم على قلب رجل واحد، لكن الناس اللي هي بيبقى عندها ساعات بنلاقي كده ناس بتطلع كده بأفكار وآراء غريبة، إزاي نقدر في الأحداث دي؟ بصي، في ناس بتطلع بأفكار وآراء غريبة من منطلق انفعالي. دول سهل إن إحنا نستوعبهم، ومع الوقت ومع ان الاعلام بيأكد وبيشوف على ارض الواقع ان الموضوع مختلف، وان فعلا الارهاب ملوش دين، هو بيستهدف الاخر اللي هو مش معاه، مش الاخر اللي هو مش من دينه. يعني هو بيستهدف الاخر لمجرد ان هو مش متفق معاه او ان هو بينه وبينه طار. يعني قبيلة السواركة اللي منها 305 شهيد في مسجد الروضة، في منها قادة في داعش، ده حقيقي. يعني في منها شق منها مش هقولك موالي للإرهابيين، لا، إرهابيين إرهابيين وعارفين دروب الصحراء، وهم بيسهلوا كتير جدا، وهم اللي بيستقبلوا العناصر الأجنبية اللي بتيجي
وبيتفاعلوا معاها وبيخططوا معاها وبينفذوا معاها، لان هم ادرى بشعاب سينا من الاخرين اللي جايين من بره. اما الاخرين بقى يعني اللي هم بيطلعوا باراء مختلفه لمجرد ان هم موجهين سياسيا او على حسب مصلحتهم او اجندتهم، فدول يعني ما اعتقدش ان احنا لازم نضيع وقت معاهم ولا حتى نذكرهم ونذكر ارائهم. كاتبة الصحفية جيهان الشعراوي، احنا بنشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معنا النهاردة، وان شاء الله ممكن شكرا. حضرتك تبقى تجيلنا مرة تانية نتكلم بقى اكتر، يكون معنا وقت اكتر ان شاء الله. شكرا، بنشكر حضرتك. ولسه مكملين معاكم، وبعد الفاصل هنستقبل الباحثة في شؤون الاسلام السياسي سارة محمد علي، هنعرف منها معلومات جديدة عن الحادث. استنوا.